والله بحضر دلوقتي تصوير اغنيه اسهر بقى لوحدك، انا احب انام بدري. هو نفس فريق العمل اللي اشتغل قبل كده في مش ناظر وابتسامه، هو نفسه اللي عمل الاغنيه وبصدد تصويرها وبصدد تصوير اغنيه كمان اسمها بتبص هناك وكاني مش موجوده معاك. دول هينزلوا في البوم، بس هنصور الاثنين دول الاول. بس انا يعني كنت متخوفه جدا لانه عوده مختلفه وغياب ودور مختلف خالص، يعني دور مختلف عن شويه عن طبيعتي ومختلف عن الشكل جدا، ان انا يعني كنت خايفه جدا من ردود الفعل، وانا تملي ببقى طمعانه، بس كل اللي ببقى طمعانه فيه انه عدم الفشل، يعني ما ببقاش طمعانه في اكتر من كده، مش النجاح، عدم الفشل وعدم الانتقاد. فالحمد لله من اول حلقه لقيت ردود الافعال على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجه ان انا بقيت انزلها على تويتر والفيسبوك، بقيت انزلها كلها. ما كنتش مصدقه يا جماعه ده الحلقه الاولى، يعني لسه ده اشوفه. انبسطت جدا من ردود الفعل، وانبسطت جدا من ان انا ما كنتش يعني نشاز في الحكايه، بالعكس كانوا حاسين ايه ده، طب ازاي، طب كده، يعني في اسئله كتير كانت كلها ايجابيه. يعني